الحاج احمد يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتنا واخواتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج احمد يحييكم من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خوتنا اللي راهم في الغربه، نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. خاوتنا واخواتنا على كل حال، باش ما نطولوش عليكم، وبما اننا في شهر رمضان المبارك، صحه رمضانكم وانتم اصحاب الخير. على كل حال اليوم رانا في دار انت واحد الانسان وواحد الطفله اللي شفتوا الفيديو تاعها كاع اللي وصل ملايين المشاهدات. انا مولات 12 سنه، عندي دياليز، نخرج 6 تاع الصباح ندخل 9 تاع الليل، دائما في المشين، طيحت لي صحتي، هلكتني، فشلتني، دائما تستر في جسمي، ما كاش نهار كنت صحيحه، دائما مع السبيطارات، نهار نقرا ونهار لا، عندي طموح واحد كما اني ما نقدر ننفذ حتى حاجه في حياتي من اللي نبغيهم، عندي طموح واحد واللي هو قرايتي، حتى قرايتي مانيش قادره نقراها، نهار في لي كله 10 لا، انا مستقبلي مجهول، مستقبلي مجهول، ما راحش مستقبلي خلاص مجهول، وبزياده انه هذا المرض تاعي ما يتشخصش في الجزائر، مستحيل تشخصه في الجزائر، انا اكون عندي دياليز فشل كلوي، نقول نورمال، نقول نورمال، معليش نحمد ربي ونقول كاين الناس اللي اكثر مني معليش، وكاين لي واحد هك، بس انا راه عندي مرض نادر، مانيش ربع لي حتى دواء، ما عندوش تشخيص تاعو، ماشي حتى المرض ما يداواش، المرض ما يداواش، ما عندوش تشخيص، ما عرفوش، ما باش هو هذا المرض اللي راه فيا، كل مره توشالي عضو، توشالي الكليه تاعي، دلي لا طونسيون، عندي كلش الامراض كاع راهم فيا، غير على هذا المرض النادر اللي كل خطره راهي توشيلي حاجه. امراضي هي انه عندي مرض نادر، وعندي القصور الكلوي، وعندي الضغط الدموي، احتاجكم لكي صوتي يلحق المسؤولين، لانه مرضي ما يداوش في الجزائر غير في الخارج، احتاج للدعم تاعكم، احتاج. جيناكم بضياف ربي على كل حال، كافة البيوت الجزائرية، خوتنا اللي راهم هنا في البلاد وخوتنا اللي راهم في الغربة، جينا نوجه لكم النداء تاع ليديا. ليديا اللي درنا عليها فيديو على كل حال، وهي فان كذلك دارت فيديو اللي وصل ملايين المشاهدات، ولكن الحالة تاعها نعطيكم الجديد تاعها مع بابها، رانا عند عائلة شوش ليديا. سي شوش على كل حال بغينا نعرفوا جديد قضية ليديا، وين وصلت القضية تاع ليديا والحالة تاعها كيفاه راهي دايرة؟ ما يكش موتش. السلام عليكم وكاع سقسيتوني على ليديا وين راهي واصلة الحالة تاعها. ليديا راهي الحالة تاعها شغل راهي غير في بلاصتها، راهي غير كيما راهي، من المستشفى للدار، من الدار للمستشفى، لآلة الغسيل، وما كان حتى حاجة، ما كان حتى جديد، المرض تاعها طالع عليها. وكما درنا الفيديو التالي داروا الحاج، داروا الحاج كثر خيره، وبينوا المجتمع المدني وشافوه، كاع اتصلوا بيا من امريكا، اتصل بيا واحد الطبيب وطالع على التقرير الطبي تاعها، وقال لك العلاج تاعها متوفر في الهند، يقدروا يعالجوها ويقدروا يديروا لها الزراعه تاع الكلى فما بلها بسومه تاع 700 مليون جزائريه دراهم لهم، ولا الله غالب، انا ما نجمش لهذه السومه، الله غالب، صعيبه عليا باه الله يمهلها وباه الاخر، كاع لازم كاع نتعاونوا، واللي يقدر يدير الخير واللي راه باغي دعوه الخير وباغي يصدق على روحه وعلى والديه، هاي وين باب الجنه، الطفله هذه مسكينه راهي مريضه وكاع الوطن على باله بها، الشعب الجزائري كاع يعرفها، هنا اللي لداخل واللي في الخارج راهم يعرفوا الحاله تاعها، طولت طولت، اللي يبغي يعاونها يعاونها باه تعالج، ما انا طالبين حتى حاجه، نحوسوا عليها تروح تعالج، هذا ما كان. اذا خاوتنا شبغينا نقولوا على كل حال، الشعب الجزائري، النداء موجه للشعب الجزائري، جميع احباب الحاج احمد، المتابعين تاع الحاج احمد، خاوت الحاج احمد، الشعب الجزائري سواء في الداخل ولا في الخارج، النداء موجه لكم. اذا بنتنا ليديا اللي سقسيتوا عليها وتعاطفتوا مع القضية تاعها، دروك لازم لها تكفل في مستشفى في الهند، الفاتورة تكلف حوالي 700 مليون، 700 مليون هذه خاوتنا، رايحين نخلو لكم الرقم الحساب تاع الكونت تاع خونا شاوش تاع باباها على كل حال، ونخلو لكم الهاتف تاعو. جميع انسان، جميع انسان فيه البذره تاع الخير وبغي يدير الخير وبغي يشري الجنه، ونحن في الشهر الفضيل، شهر لا 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 الاكرام، شهر الصدقه، شهر الخير، هذا الخير ديروا في بنتنا ليديا، ديرها بنتك،
ديرها بنتك، هذه اللي نقول لك اخويا. كذلك خاوتنا قبل ما نكملوا الفيديو ندوا كلمه من تاع بنتنا ليديا. ليديا السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. كيراهي بنتي؟ لاباس الحمد لله. راكي مليحه؟ الحمد لله. بالمناسبه ربما راهي تعبانه شويه ليديا، هذا وين جيت جات من الدياليز، هذا وين جيت من السبيطار كانت دير في الدياليز. على كل حال ليديا ما نطولوش عليك، راكي تعبانه، اش تقولي للناس اللي شافتك وتعاطفت معاك وبغاتك، اش تقولي لهم؟ السلام عليكم، انا هي ليديا. اول شيء نشكر جميع اللي تضامن معايا في الفيديو تاعي اللي من قبل وبارطاجاه لي وعاونوني بزاف بالبارطاج هذاك حتى وصل صوتي الحاج احمد. حتى وصل صوتي للحاج احمد واليوم جانا باه يدير معنا هذا. ان شاء الله هذا اليوم نتمنى انا يشوف الشعب هذا الفيديو تاعي ويبارطاجي باه يوصل لجميع المحسنين اللي يبغوا يعاونوني. انا اليوم صبت المستشفى اللي يداوي يعالجني وهو في الهند، المستشفى الوحيد اللي يقدر يعالجني جاي في الخارج في الهند، والتكلفه تاعو غاليه، هي 700 مليون غاليه قوي تكلفه. لهذا نطلب من جميع المحسنين جميع اللي يشاهدوا فيا يعاونوني على الاقل بشويه، ما يهمش شحال يكون المبلغ، المهم يساهموا في المساعده تاعي. وهذا الشيء الوحيد اللي نطلبه، باسكو الا عاونوني انا باه نطلع ندوي راح تكون عندهم يد مساهمه في احياء روح. وهذه الحاجه الوحيده اللي نطلبها من جميع واحد يشوف فيا. اول شيء بارطاجوا الفيديو باه يوصل الماكسيموم للناس، وثاني شيء عاونوني باه نجمع هذا المبلغ الباهظ باش نروح نعالج. وشكرا لكم. بسم الله، هذه هي كلمة تلال بنتنا ليديا. على كل حال خاوتنا ليديا راهي أمانة بين يديكم جميع، ما تستصغرش المعروف حتى ولو 10,000 20,000 50,000 100,000، عاون بنتك، عاون أختك، عاون هذا الأب والأم اللي راهم محروقين على بنتهم، عندهم 7 سنين وهما يجروا، 7 سنين خاوتنا وهما يجروا. نخلوا الكلمة الأخيرة لباباها، تفضل. نقولوا احنا يا يعاونونا في هذه الطفله مسكينه، والله العظيم للحالات تاعها غير ربي اللي راه عالم بها وطالع عليها الحال، وراي في كما يقول لك عمده وراي تعالج ومع المستشفيات، واحنا ما قديناش الله غالب، ما عندناش كي شغل بان نوفروا لها العلاج الغادي في الخارج، لازم المعاونات على الشعب الجزائري كاع. وكما راكم تشوفوا فيها الطفله مريضه، بدونا اي مريضة، الناس قاعدة معروفة على القطر الوطني كاع باللي مريضة، ومريضة مرض تاعها نادر، هذا هو رانا نحوسو نسلكوها قبل فوات الأوان، نتحدو كاع ونتعاونو، واللي يبغي الحجة ويبغي الحج ويبغي عمرة هاي وينا قدامو راهي حية هنايا، يعاون أختو ولا هنايا ولا بنتو ولا باش اللي يقدر عليه، ونتكفلو كاع بها. دروك الأبواب كاع نغلقو في وجهنا، عينا كاع ما خلينا حتى مستشفى في الجزائر، كاع رحنا لهم من الشرق للغرب، ما خلينا حتى مستشفى، ما خلينا حتى عياده. دروك راهي دير مسكينه غير الدياليز، وهذا الدياليز هو اللي ضرها، هذا غسيل الكلى هو اللي ضرها وفشلها وزاد حطمها كاع، ما عياها بزاف. دروك لازم لها حل نهائي، انا راني مستعد بها، انا نتبرع لبنتي بالكليات تاعي نعطيها لها. المشكله هنا ما ينجموش يديروا لها العمليه، وين رحنا وين بعثونا من الوكاله الوطنيه لزراعه الاعضاء كيما بعثونا لباتنا باه نتبرع على بنتي، في التالي ما نجموش علاه، لخاطر المرض تاعها نادر. هما لا دروك استقبلونا في الهند قال لك ننجموا نشخصوا لها المرض تاعها وننجموا نديروا لها العمليه، وفما عندهم الطب متطور، ماناش نقولوا لا احنا الاطباء تاعنا ما يعرفوش ولا حاجه، داروا اللي عليهم والله يكثر خيرهم والله يعطيهم الصحة. دروك حنا رانا باغيين كاع نتعاونوا على ربي إن شاء الله، ونتسببوا وربي يكمل الباقي، والطفلة هذه ترتاح مسكينة من المعاناة تاعها وتعالج. ناشد أهل الخير والناس اللي يقدروا يديروا الخير، هاي وين الجنة قدامك، وهاي وين العمرة، ما كانتش قاغي لا سافرت ولا هاي وين، يقولك من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الطفله والله غير راهي تستاهل العلاج، وعانات مسكينه وصابوره وكيما يقول لك متربيه وصابره وشاده في ربي، ولا يكتب ربي ان شاء الله تروح تعالج كي هي كيما من المرضى اللي قدامها وراحوا، ونتمنى ونطلبوا الشفاء العاجل لكاع المرضى المسلمين.
والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا وخواتاتنا، في آخر كلمة واش نقول لكم؟ ليديا شفتوها عبر الفيديو، شفتوها وتعاطفتوا معها وكامل دعيتوا لها. الإنسان اللي ما قدر يدير والو دعا لها ربي. اليوم القضية تاع ليديا والقضية تاع المعاناة تاع 7 سنين راهي بين يديك خويا، راهي بين يديك اختي اللي راكم تشاهدوا في هذا الفيديو. اللي ما قدر يدير والو يبارطاجي الفيديو، يبحثوا للناس تاع الخير، يبحثوا لك كيما يقول لك للناس اللي باغي يدير الخير وما لقاش وين يدير الخير. ها هي ليديا حالة اجتماعية. على كل حال ثقتنا في الشعب الجزائري ثقة كبيرة، وثقتنا في خاوتنا المغتربين ثقة كبيرة، وانا متأكد بأن المبلغ رايح كيما يقول لك راح تجمعوه في اقرب وقت ممكن، وليديا تسافر للهند وتدير العمليه وترجع لنا بصحه وعافيه ان شاء الله باذن الله. هذا الحاج احمد يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مسبقا تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم. السلام.